تكون كافيه وشافيه الاتفاقيه اللي تبرمت في الاستئجار الكراسي والمظلات والطاولات لفائده شخص لمده 3 مواسم مع بيع لحقوق الشاطئ بمبلغ 4500 دينار دون استفاده المؤسسه من مداخله الا 1000 دينار عن كل وسط تيكي. هذه في القرن الذهبي. وكان كاين تصريح انه المدير تاعكم قال بلي هذا الشاطئ يعود بفائده قدرها 80% من هذه المداخل لصالح المؤسسه و20% لصالح المستاجر. ولكن احنا واش شفنا العكس؟ هذا سؤال الاول. هاي كاينه الاتفاقيه كيف كيف، احنا الاتفاقيه هذه راهي تقول اتفاقيه لكراء الطاولات و الاتفاقيه لكراء الطاولات والمظلات وكاع، ولكن عكس واش رانا نشوفوا احنا في هذه الاتفاقيه انه اصبح المستاجر شغل اوكي لي لابلاج ماشي كاري. زياده عن هذا شفنا الاتفاقيات انه المستاجر اللي جا واستاجر الطاولات تاع المركب، الكراسي تاع المركب، المظلات تاع المركب، هو جاب معاه لي كاي اكبر ولا يستفاد 80%. هذه بغيت نستفسر عليه. سؤال ثاني، اتفاقيه تصرف حق شاطئ مطارات كيف كيف الطاولات والكراسي في هذه الاتفاقيه واش رانا نشوفوا؟ انه الاتفاقيه هذه التكلات في موسم الصيف هذا المستاجر كي راح حق المنافسه كنقولوا غير حتى 3 شهور تاع الصيف لا سيزون، ولكن كاين ناس اللي كراو في مركب اخر كريتو لهم 3 سنين. على هذا كيكري في عام واحد يكري غير فصل الصيف، وكاين واحد اخرين راكم كاينين لهم 3 سنين، وهنايا ما شفناش حنا حق المنافسه في الاتفاقيات هذه. هذه حاجه ثانيه. حاجة ثالثة ثانية، حاجة ثالثة ثانية، عندنا محلات تجارية تاع القرية السياحية السادة التكاو بصح دون الخضوع لشروط المنافسة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.